وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مدة الإقامة لحامل تأشيرة العمل المؤقت 90 يوما من تاريخ دخوله بها إلى المملكة، وللوزارة أن تمددها بمدة مماثلة لمرة واحدة. وبينت الوزارة في هذا القرار الذي نشرته صحيفة أم القرى أن كل من يثبت بيعه تأشيرة عمل مؤقت لخدمات الحج أو العمرة أو تنازله عنها للغير أو استغلاله إياها من غير ما خصصت له يعاقب بغرامة لا تزيد عن 50,000 ريال أو بالمنع من دخول المنافسات لمدة لا تزيد عن 5 سنوات أو بهما معاً.